أحبك. هاي، انظر إلى هذا. أو واو، أبي انظر إلى ما وجدته. لا أصدق هذا، لم أرى هذه الصورة منذ وقت طويل. عزيزي، هل يمكننا تربية كلب؟ كلا، هذا مؤلم جدا، لا يمكنني فعل ذلك. أوه، أبي المسكين، سيفرح أبي كثيرا لأني تذكرت من التخلص من القمامة. يا إلهي، هل تعيش خلف القمامة؟ لا تقلق، أنت بأمان الآن. لكن ماذا سيقول أبي؟ لا يمكنني إدخالك إلى المنزل. عذرا يا صغيري. يمنع دخول الكلاب إلى منزلي منعا تاما. أوه، أنا آسفة حقا. ماذا سأفعل؟ هذان العينان الجميلتان، ليس لدي خيار آخر. هيا أمسك الكرة. أحسنت. أو لا، اختبئ. ناومي. نعم يا أبي. لقد أحضرت لك طعامك المفضل. تفضلي يا عزيزتي. شكرا لك. لا بأس. ما هذا؟ لا شيء، أنا ألعب فقط. استمتعي بوقتك يا عزيزتي. ها؟ هل تصدر تلك السلة صوت نباح؟ أوه يا إلهي. أوه، إنه بحاجة إلى منزل يا أبي. هذا صحيح؟ يبدو كلبا نظيفا لكنه متسخ، دعيني أساعدك بتنظيفه. أوه، دعني أزيل بعضها. حسناً، أزلت واحدة. أحسنتي، لكن مهلاً، لم أستخدم هذا منذ وقت طويل. لنرى ما لدينا هنا. فرشاة، إنه بحاجة إلى الفرك جيداً، بالكثير من الصابون. هل أنت مستعد؟ أنا موقن بأن هذا رائع، إنه أشبه بالتدليك. لقد انتهيت. و ثم سأجففه. أليس هذا رائعا أيها الكلب؟ أراهن أنه كذلك. حسنا، ماذا سنفعل الآن؟ يجب ألا تبقى مبللا. كن حذرا يا أبي. حسنا، ما رأيك؟ لقد أصبح نظيفا ولا توجد عليه أي حشرات. أعتقد أن هذا يعجبه. ها؟ ها؟ هل؟ أو ماذا تقول؟ اذهب للعب. حسناً؟ هل ما يخطر ببالي صحيح؟ هو يا إلهي، لما يحدث هذا لي؟ هيا، حان وقت التمشية الصباحية. الجو بارد. اقضي حاجتك يا صغيري. هو جيد، تريد التبرز. هذا هو الشيء المزعج في تربية الحيوانات الأليفة، على الأقل لدي هذا الشيء. كيس واحد سيفي بالغرض، المهم ألا ألمس هذا. حسناً، أمسكه جيداً. يلا من رائحة كريهة. حسناً، لقد حان الوقت للعودة إلى المنزل. علي غسل هذا، إنها تجعل رائحة المنزل كله نتنة. أراك في يوم الغسيل. ماذا؟ ما الذي فعلته هنا؟ هل يمكنك توضيح الأمر؟ كلا، لقد لطخت المكان بأثار مخالبك. يجب أن أذهب إلى العمل. ناومي؟ نعم يا أبي. أو ماذا حدث هنا؟ لطخ الكلب أرضية المنزل بالطين، إنه دورك الآن. حسناً، لا بأس، أنت تجهل هذه الأمور. ما رأيك أن ننظف مخالبك؟ لا؟ حسناً، أيها أفضل؟ من أين أتى هذا الشيء؟ هل هذا الصابون؟
مالا اللحظة؟ أعتقد أنه لمخالب الكلب. حسناً، لنملأه بالماء. وعند الانتهاء من ذلك سنضع مخلبك داخله. لا تقلق، هذا غير مؤلم. ثم سنجففها. أترى؟ إنها نظيفة تماماً. هذا ليس سيئاً، أليس كذلك؟ على الرحب والساعة. من أين وصلت كل هذه الرسائل الإلكترونية؟ مرحباً. ليس الآن. هيا العب معي. أنت تعلم أنك تريد ذلك. أرجوك يا نعومي. حسناً، سألعب بمفردي. يبدو هذا جيداً. حسناً، اذهب إلى هنا. هيا. هي، هل تريد اللعب؟ إنه مشغول جداً. حسناً، لا يهم. لقد عملت كثيراً هذا اليوم. أعتقد أن علي تعويضها عن ذلك. سأبدأ أولاً بتصميم لعبة. أترين هذا؟ أجل، لنلعب. حسناً، هيا. لنبدأ. الحركة الأولى من نصيبي. حان دورك. حسناً، اختر واحدة. خيار جيد. حسناً، جيد. سأرسم عوضاً عنك. ستبقيهما هذه اللعبة منشغلان بعض الوقت. هل أنا ذكي أم ماذا؟ ماذا عن شعر الكلب؟ إنه يغطي ملابسي بالكامل. أردت ارتداء هذه الملابس. المزيد من الشعر، إنه في كل مكان في المنزل. المزيد من الشعر. ماذا؟ لقد سئمت من شعر الكلب. من المؤسف أنك لا تملكين هذا. انظري إلى آلية عملها. يلتصق بها الشعر بهذا الشكل. أترين؟ ثم يمكنك إعادتها إلى الحافظة ودفعها للأعلى والأسفل لتكون جاهزة لاستخدامها في التنظيف من جديد. هذا سهل جدا. هيا جربيها. هكذا فقط؟ إنها تزيله. ويمكنني استخدامها لتنظيف الأريكة. هذا ممتع حقاً. هي، أصبحت نظيفة وجميلة المظهر. هذا رائع، شكراً يا أبي. وداعاً. وأخيراً، أنتظر طوال اليوم لمشاهدة التلفاز. أمسك بها إن استطعت. حاول الإمساك بها. هيا. ماذا يقول؟ حسناً، هيا. لقد أمسك بها. لقد فعل ذلك حقاً. يا إلهي، أنت متقلب المزاج. اذهبي للعب في الخارج حالاً. هيا. في الواقع، حسناً، لنذهب للتجول في البلدة. يا له من طوق جميل. هل أنت مستعد للتمشية؟ كفك. يا، لا تنس قبعتك. يجب أن نلفت انتباه الجميع. لننطلق، سنواجه العالم كله. هذا صحيح، سنسيطر على العالم. لن نتأخر يا أبي. هذا أفضل بكثير. يمكنني الآن مشاهدة المباراة. ولم يعجي هذا الاستشعار. هذه الزاوية رائعة. قفي مكانك. انظري، الحيوانات الأليفة ممنوعة. لكني مصورة. هل يمكنني التقاط صورة لك؟ أجل هكذا. إنها جميلة. وضعيات التصوير هذه رائعة. يجب أن تعملي عارضة أزياء. هل يمكنك التقاط الصور بدون هذه العصا؟ عظيم، هذا أفضل بكثير.
واو هذا رائع، صورك مذهلة حقا يا إلهي. يمكنك الدخول. مهلا، أين جهاز الاستشعار؟ هل المكان آمن؟ يبدو كذلك. هيا يا جالي لنخرجك من هنا. أنت فتاة جميلة، أنا أحبك. مهلا، هل هذه سحلية حقيقية؟ يا للهول، من الأفضل أن أغادر. لا تتأثري بكلامها، أنت جميلة، سأضعك هنا، خذي راحتك. جالي، جالي، أين ذهبت؟ جالي، أوه، هذه الوظيفة مملة. ها، هناك شخص قادم. واو، شعرك مذهل، إنه شاهق. لابد أن تسريحه استغرق دهرا. هو صحيح، الحيوانات ممنوعة، يجب أن أفتشك. هل يوجد شيء مخفي في شعرك؟ لا أدري، شكله مريب. يمكنك الدخول، لكن شعرها يبدو غريبا. هل يمكنني فعل ذلك بشعري؟ يبدو أني بأمان. حسناً، اخرجي يا بيضة. واو، يبدو أنك على وشك التفقيس. أنا متحمسة لرؤية ما سيخرج منها. واو، هذا مذهل، سنين صغير، ما أظرفه. لا، احترسوا، اهربوا للنجاة بحياتكم. آسفة، إنها غلطتي، هناك تنين. أنا قادمة. راتب هذه الوظيفة لا يغطي كل الأتعاب. هيا يا ثيو، لنشتري بعض الطعام. أنت توقف مكانك. ماذا تظن نفسك فاعلاً؟ الحيوانات ممنوعة. لكنه ظريف للغاية، صحيح؟ كلا، لن تنفع هذه الحيلة علي. ماذا يتصرف بوقاحة؟ أحتاج لشراء بعض الأغراض. هل تحملين معك أي حيوان؟ أي كائن له فرو أو ريش أو حراشف؟ هل تحاولين التحايل بهذه القبعة؟ ثعبان، يا للهول، الثعابين ممنوعة هنا، خذيه وانصرفي. ماذا لو؟ أجل. ساعدي المسكين. أنا أعرف حيلك، لا يمكنك إخفاء أي شيء عني. لا تلمسي جبيرتي أرجوك. أنا آسفة، يمكنك الدخول. يا إلهي، كم هي مسكينة. انطالت عليها الخدعة. اخرج يا سلتيزر، المكان آمن. أنت ثعبان مؤدب. هل هذا ثعبان؟ لا أحب الثعابين. ما هذا الصوت؟ يبدو أني أتوهم. هيا يا عزيزتي، ليس لدينا اليوم بأكمله، تحتاج أمك إلى العلاج بالتسوق. أنا آتية يا أمي، أحب مشاهدتك تشترين الملابس. لدي بطاقة ائتمان يستنفذ رصيدها. مهلا، انظري إلى هذا الجروي اللطيف، إنه ناعم وطري. أمي، انظري إلى هذا. أمي، لقد وجدت لعبة جديدة. إنها مقززة. لكني أريد. هذا غير عادل، أنا لا أحصل أبداً على أشياء جميلة، لن أترك هذا الجرو. ماذا حدث للتو؟ هذا غير ممكن، هذا أفضل يوم على الإطلاق. أنت لطيف جداً، ستأتي معي. مرحباً بك في منزلك الجديد، أمل أن يعجبك، سنصبح صديقين مقربين. إذن أي طعام تحب؟ أنا أحب البيتزا. متى كانت آخر مرة غسلت فيها أسنانك؟ كلا، لا تقبلني عزيزتي. ماذا يحدث؟ انظروا إلى هذه الفوضى، توجد آثار كفوف في كل مكان. يمكنني تفسير الأمر. لا يمكنني قبول هذا، علي إصلاح الأمر. هذا ليس جيداً. ستأتي معي، لقد أمسكت بك، كان علي فعل هذا منذ وقت طويل. لا تنظر إلي هكذا، سأضعك هنا في هذا الصندوق، والآن ابق مكانك. من يحتاج إلى بيت كلاب باهظ؟ سيفي صندوق من الكرتون بالغرض. لما فعلت ذلك؟
لا يمكنك البقاء هنا. لا تقلق، سأفكر في حل ما، أعدك بهذا. لكن ماذا أفعل؟ أوه، لدي فكرة، علي أن أكون مبتكرة. هذه المرتبة ثقيلة لكنها مجرد بداية. ما التالي؟ قد تصلح هذه الألواح الخشبية. نحتاج إلى بعض الألوان. أحتاج الآن إلى تثبيت الخشب معا بالمسامير. لقد استعرت مثقاب أمي لهذا الجزء. يسرع هذا الأمور كثيرا. لعلمكم هذا ممتع نوعا ما. ثم علي تزيينه، ولدي التصميم المثالي. لدي نموذج الكف هذا. سأطلي الفراغات فحسب. سيسهل هذا الأمور كثيرا، ولن أسبب فوضى. سأزيله برف. تبدو الحوائط ملونة وزاهية. سأرسم على الحوائط كلها. ما رأيك؟ إنها جيدة جداً، أليس كذلك؟ حتى أنني مندهشة، لكن تبقى الكثير لفعله. لكن أولاً نحتاج إلى تحول كامل. نحتاج بالتأكيد إلى بعض الحلي. هذا أفضل، لم يتبقى سوى الموسيقى. أوه أجل، نبدو أنيقين. لن يعبث أحد مع فريقنا. هز ذيلك، انظروا إلى هذا. ماذا؟ نايومي، هل أنت هنا؟ مرحبا يا أمي. هل كنت؟ لا بأس. ماذا حدث لغرفتك؟ وهل هذا معطف الفرو خاصتي؟ أعطيني هذا، أعني ذلك. رائحته كرائحة الكلاب. وهذا مقزز. هل تصدق هذا؟ لقد كنت تستخدمه كبساط. ماذا سنفعل الآن؟ أعتقد أن لدي فكرة. سيكون هذا جيداً. سأبدأ بفرد هذا البساط. الآن أحتاج بعض كرات البوم بوم الصوفية. سأوصلها بالبساط هكذا تماماً. سأفعل الشيء نفسه بكرات بوم بوم بألوان مختلفة. سأبدل الألوان. أريد تغطية البساط بأكمله. ملمسها ناعم للغاية. هيا جربها، هذا أفضل كثيراً. حان الآن وقت الإبداع الفني. أحب الرسم، يشعرني باسترخاء شديد. ماذا تفعلين؟ تخلي بالصبر يا أمي، إنها لافتة. سأضعها هنا. ما رأيك؟ لا بأس بها على ما أظن. استمري في خداع نفسك، لا يمكن اعتبارها عملاً فنياً مميزاً. أعتقد أنني أعرف ما علي فعله. أحتاج هذا الدبوس فحسب، وشيئاً آخراً، خيوط الصوف خاصتي. سأثبت الدبوس في الحائط. سأستخدم الدبابيس لكتابة اسمي باغ. الآن سألف الصوف حول الدبابيس. سأصنع عدة لفات حول كل دبوس. سأتأكد من إحكام الصوف. هكذا تماماً. سأستخدم صوفاً بألوان مختلفة لكل حرف. سيبدو هذا رائعاً. هذا آخر جزء. أوهو، لقد أحسنت عملاً يا أمي. ما رأيك؟ لقد أحببت هذا، وكذلك باغ. شكراً يا أمي، أنت رائعة. بالطبع، أليس كذلك؟ ماذا تفعل هنا؟ هل تشعر بالجوع؟ أعتقد أن لدي بعض الطعام. لا أعتقد أن الكلاب تأكل حلو النعناع. هذا مؤسف. ابقى هنا، سأعود حالاً. سأفعل هذا من أجل الجرو. هيا بنا. يوم آخر من إنفاق المال. كم أنت جميل. مهلاً، لدي بعض الحلوى في حقيبتي. انظر ماذا لدي. لا شيء هنا. أوه، لا تبحثي في القمامة يا فتاة. هي، لقد رأيته أولاً. سيأتي معي، لقد أصبحنا صديقين. مستحيل، إنه لي. إنه يستحق الأفضل في حياته. أترين؟ يبدو سعيداً الآن. ضعي أرضاً. ماذا يحدث؟ ما هذا؟ سأبدأ أولاً. معكرونة، هذا سهل. لدي هذا الشيء، هذا ما أحتاج إليه. أتناول المعكرونة كل صيف في قصري في إيطاليا. سأضعها في القدر. أظن أن هذا كافٍ، وأنتظر الآن. جميل أن يكون لدي الوقت للاهتمام بنفسي. هل تشمين هذا؟ لا، المعكرونة. لم يحدث كما خططت، لكني سلقتها على الأقل حتى لو كانت مقرمشة بعض الشيء. تظاهري أنك لم تري شيئاً. دوري الآن. الدجاجة النيئة. ماذا يفترض بي أن أفعل بها؟ مهلاً، وجدتها. هذه لك.
هذا القط هو أمهر طاهٍ على الإطلاق. عليك أولاً تدليك الدجاجة. أنا بحاجة ملحة إلى التدليك الآن. ثم أضع الزبدة المذابة على الجلد باستخدام فرشاة وأضيف القليل من التوابل ثم أشويها. واو، تبدو مذهلة. ما هذا؟ كان عليك أن تساعدني. يجب أن أجري اتصالاً هاتفياً. أمي، أنا بحاجة إلى المساعدة. أمل أن ينجح هذا. ها قد أتيت وحضرت لك دجاجة شهية. أعطيني قبلة الآن. أمي، هذا محرج جداً. أوه، سأخذ هذا. في جميع الأحوال هي أفضل من المعكرونة المحترقة. هذه لك، أحبك يا عزيزتي. ممتاز، أترون لست بحاجة إلى أمهر الطهاة. حتما سأفوز بهذه الجولة. حسنا، هيا بنا. هذا مذهل، مرحى. لست متفاجئة. هل يمكنني البدء أولا؟ حسنا. هذا مخيب للأمال. ماذا لديك؟ لنكتشف ذلك. أوه، جميل، أحب رائحة الخبز الطازج. حسناً، أعتقد أنني سأصنع شطيرة. سأضيف الخس الآن، وتبدو قطع اللحم هذه شهية للغاية. وبالطبع سنحتاج إلى بعض الجبن. حان الوقت لتذوقها. هاو، إنها شهية. هي، وماذا الآن؟ هاو، ما هذا؟ كوني حذرة. هاو، إنها للكلب. أوه، أنت محقة. كنت أعرف، لكنني لقد تذوقتها فحسب. ماذا سأحضر يا ترى؟ لا أملك أي نقود لشراء المكونات. هو ما هذا؟ قطعة صغيرة من الخبز، يمكنني استخدامها. إنها أفضل من لا شيء. أنا بحاجة أيضا إلى شيء آخر. هو سأخذ هذا الفتات. سأضع قطعة اللحم فوق الخبز وأضع فوقها قطعة صغيرة من الخس. ما زال مظهرها غير شيء، لكنني وجدتها. سأخذ الجبن للفأر. ليس بهذه السرعة يا صاح. قطعة الجبن هذه لي، إنها لي. سأعوضك لاحقا. حسنا، لدي الآن قطعة جبن صغيرة ومبشرة صغيرة. حان الوقت لإنهاء تحضير شطيرة الصغيرة. إنها ليست سيئة للغاية. أنا فخورة بهذا. أنت تشعرين بالغيرة. ولماذا؟ حسناً، حان وقت التقييم. هناك فائز واضح. أوهو، حسناً، تعادلنا. مفاجأة، أياً كان ما تريدينه فسأحققه لك يا عزيزتي. إنه فارغ. من الألطف؟ هذا فارغ أيضاً. لا تقلقي يا عزيزتي، سيكون كل شيء على ما يرام. جربي ذلك. إنه لطيف للغاية. أريد هذا الجارو. إذن فهو لك. يحتاج حماما منعشا. أحتاج إلى بعض غسول الفم. هيا بنا. أحبك كثيرا. كلا، إنهم مصورو المشاهير. لا تلتقط الصور أيها الوحوش. حسنا، احرصوا على التقاط صوري لجانبي الأفضل. هل الطريق آمن؟ لنفعل ذلك. انتبه، علمت أنه كان علي الحصول على شريك آخر. ادخل فحسب. هذا المكان جميل. هيا. أوه، كان من الممكن أن يؤذيني ذلك. لحسن الحظ أني سقطت على رأسي. هذا هو المطلوب. ستغير هذه العملية حياتنا للأفضل. خذ كل ما يمكنك أخذه. ماذا تفعل؟ إنه طري للغاية. نحن نسرق الأشياء القيمة. آسف أيها الزعيم. هناك مزيد من الذهب هنا. أسرع، خذ كل ما يمكنك أخذه. حقاً؟ المعرفة قيمة أيضاً. هل ترى ذلك؟ ما هذا؟ لا أعرف، لكني خائف. أمسك بي. لنخرج من هنا. تحرك. ماذا يحدث هناك؟ هل أنت بخير يا بريشس؟ يا للهول. يلا من فوضى. ماذا حدث؟ بريشس، أنت كلبي الصغير الجميل، هل أنت بخير؟ كنت قلقة للغاية. لماذا النافذة مفتوحة؟ قرار
هادئاً. مرحباً يا بريشس، من الكلب المطيع؟ أنت بالطبع، لدي هدية مميزة لك. لا شيء سوى الأفضل لك. استمتع. أعتقد أنك كنت جائعاً للغاية. أعني، كيف وصلت إلى هناك؟ لقد أخفت والدك. يمكنك تناول المزيد. أتريد المزيد؟ ها أنت ده. عجباً بريشس، عليك مضغ طعامك. عزيزي، أنا مستعدة. ما الذي خطوت فوقه؟ لا أذكر أن هذه كانت هنا. لماذا أشم رائحة براز؟ هذا مقزز. هناك المزيد، إنها تقود إلى هذا الاتجاه. أعتقد أن علي اتباعها. هذه الرائحة كريهة للغاية، إنها تزداد وضوحاً. علي أن أتخلص من ذلك. علي أن أدرب بريشس على دخول المرحاض. مهلاً. آني، إنه يبدو جيداً. ستغار الفتيات في المنتزه. ها أنت يا بريشس، تناول طعامك. تحتاج والدتك إلى مزيد من الخواتم الذهبية. هذا مدهش حقاً. علينا فعل شيء حيال الرائحة رغم ذلك. ضربة فرشاة أخرى هنا؟ إنني أرسم جمالك الداخلي يا بريشس موديل. مرحباً عزيزي، عانق والدتك. أخيراً اكتملت تحفتي الفنية. عزيزي، هذا أفضل أعمالك حتى الآن. يجب أن تكون في معرض فني. ما رأيك يا بريشس؟ كلا، هل تفضل الألوان المائية؟ آسفة يا عزيزي. يا لك من ناقد قاس. أوبس، الآن انظر إلى ما فعلته. بذلت قصارى جهدي. هذا محزن للغاية. انزل يا بريشس. لا تقلق يا عزيزي، يمكنك دائما شراء الفن. أنت محقة، أعني أني ثري. يا للروعة، انظري إلى ذلك. بريشس، أنت عبقري. هذا مذهل. انظري إلى ذلك، إنها موهبة فطرية. التناغم بين الأبيض والأسود، هذا ممتاز. أوه، هذا مدهش حقاً. هذا مدهش حقاً. هذا مؤثر حقاً. أشعر بنعاس شديد. حان الوقت لبعض الأحلام السعيدة. ينبغي أن تكوني في السرير. ها أنت دا. متى كانت آخر مرة استحممت فيها؟ رائحتك سيئة. ينبغي غسل البساط. ماذا؟ انظروا إلى هذا، يوجد ثقب في سترة نعومي. مهلاً، أعتقد أن بإمكاني إصلاح هذا. سأضع السترة على سطح مستوى. الآن أين إبرتي وخيطي؟ سأخيط فوق الكم وسأواصل الخياطة حتى الكم الآخر. سأقطع الخيط الزائد، والآن سأقلب السترة. سأفعل الشيء نفسه أسفل الكم وسأواصل حتى الجانب الآخر من السترة. أريد تخيطه بشكل مستقيم وجميل. سأقطع هذا فحسب، والآن سأملأ الكم بالحشو. أريد تغيير مظهره، ثم سأفعل الشيء نفسه مع هذا الجزء ومع الكم الآخر. سأطوي المعصم داخل الكم، ثم سأضم الكمين معا وسأخيطهما معا لإحكامهما. فلا أريدهما أن يرتخيا. كدت أنتهي. ستفاجأ نعومي كثيرا. إنه سرير جديد لباغ. إنه جميل ومريح. آمل أن يعجبك. انتهى عملي هنا. كلا يا سيد يونيكورن، تلك المصاصة ليست لك. ماذا؟ ما هذه الضوضاء؟ هل تسلقت سلما؟ أو صحيح، أنت تشعر بالعطش. سأحضر لك مشروباً. انتظر هنا، سأعود سريعاً. إليك بعض الماء الجميل المنعش. أمل أن يعجبك. والآن سأواصل النوم للحفاظ على جمالي. ماذا؟ ما الأمر الآن؟ هل شربت الماء كله؟ حسناً، لقد كنت عطشاً بشدة. لا تحتسي الماء كله في مرة واحدة. أنا جادة. ربما يمكنني النوم الآن. بحقك، أصبح هذا سخيفاً. أوتش، ألمني هذا. سيترك هذا كدمة. هل أنت بخير؟ ماذا حدث؟
كنت أحاول إحضار الماء لباغ، إنه يشرب كثيراً، لا يمكنني مجاراته. هذه مشكلة؟ لكن يمكنني حلها. لدي قطعة خشب طليتها بالأخضر، سأمرر الغراء على الحافة، وسألصق قطعة أخرى من الخشب بها، سأضع وعاء ماء عليها، ثم سأضع قطعة الإسفنج اللاصقة على لوح الخشب الرأسي، ثم سألصق زجاجة الماء بها، ثم سأزيل الغطاء. سيبدأ الماء بملء الوعاء. حينما يشرب باغ من الوعاء، سيرتفع مستوى الماء مجدداً. لا حاجة إلى مواصلة ملأه. هذا عبقري جداً، أليس كذلك؟ ناومي؟ انظروا إليها، إنها تبدو لطيفة جداً. إنه يوم آخر جميل، استيقظي أيتها الصغيرة. لما كل هذه اللعب على الأرض؟ مرحبا يا أمي. يوجد الكثير منها، عليك التنظيف وراء باغ. كم لعبة يحتاج إليها كلب واحد؟ يؤلمني هذا جدا. ماذا سنفعل بشأن هذا؟ مهلا، ربما يمكننا استخدام هذا الحبل. إلى أين يمتد؟ إنه طويل جدا، أعتقد أنني أقترب من نهايته. أعتقد أن هذا سيؤدي الغرض، علي الذهاب. كان ذلك وشيكا. سأبدأ بلعبة العظمة هذا، ثم بقية اللعب. أحتاج إلى ربطها بالحبل فحسب. تدا! لا مزيد من اللعب في كل مكان. كل ما يحتاج إليه باغ موجود هنا، لكنني لم أنتهي بعد. سأربط الحبل بالسرير. ناومي، باغ، إنه جاهز. لنرى هذا. انظر إلى هذا. واو، هذا كله لأجلك يا باغ. شكرا يا أمي. مرحبا عزيزي. ويبدو بريشيس رائعا حقا، سأضعك هنا. حان وقت التدليل، أحتاج ذلك بشدة. هذا يدغدغ، يمنحني تقليم الأظافر شعورا جيدا. أحب هذا المظهر، أبدو مذهلة. تبدو جميلا. أمك تحبك كثيرا. فعلت ذلك مجددا. تستحق هذا. سأعد هذه النقود. عزيزتي، هذا قليل بعض الشيء. أحب وظيفتي. والآن ها نحن نغادر صالون التجميل. الغداء يبدو رائعا. بريشيس عزيزي، عودي إلى هنا. أين ذهب؟ بريشيس! يا للهول! بريشيس، اخرج من هناك! لقد أفسدت مظهرك! هذا مقزز جداً! لقد قلمت أظافري للتو! تعال إلى هنا! فراؤك الجميل، إنه مغطى بالقمامة! لهذا أعين أناساً لتولي هذه الأمور! حسناً، حان الوقت لبعض المرح. هل يمكنك إحضار هذه العظمة؟ مستعد؟ اذهب لإحضارها. ليس مجدداً، لقد سبق أن مررنا بهذا. هو أعرف. هل قرعت الجرس يا سيدتي؟ من الجيد أنك هنا. أريد منك إحضار هذه العظمة، إنني أحاول تعليم بريشيس. اذهب لإحضارها. انظر يا بريشيس، هذا ما تفعل. أحضرتها يا سيدتي. هذا كل ما في الأمر، أعطيها لبريشيس. فتى مطيع. أتود تجربة ذلك أيضا؟ حسنا، لنجرب ذلك مجددا. تفضل يا بريشيس، حان دورك. أنا قادم يا سيدي. تفضل يا سيدي. ما رأيك بذلك يا سيدي؟ هل هذا مرض بالنسبة لك؟ إنني أبذل قصارى جهدي يا سيدي. أنا فخورة جدا بك يا بريشيس. وأنت؟ يمنحني هذا شعورا جيدا. شكرا لك يا سيدي. مرحبا يا رفاق، فكرت في تصوير فيديو مباشر لمشاركتكم هذه الإطلالة الرائعة. بريشيس، أنت لطيف للغاية. انظروا إلى ذلك، أنت أفضل كلب على الإطلاق.
عجبا، هذه إجابات كثيرة. ماذا يحدث؟ يمكنني تقبيلك طوال اليوم. أنت ناعم جدا ومغطى بالزغب. فهمت، يمنحني هذا فكرة. هذا مذهل. نحن مشهوران. آنيا، أنك مشهور يا بريشس. لطالما أردت أن أكون نجمة بوب. إنهم جميعا يحبونك يا بريشس. أنت أفضل كلب على الإطلاق. سنحصل على خصم 10% من كل عملية شراء. إننا نجني مالا وفيرا. أوف، وصلت أخيرا. اخرج يا قطي العزيز، هربتك إلى السينما. أنا سعيدة لأني تمكنت من إحضارك معي. المعذرة، الحيوانات الأليفة ممنوعة في السينما. أوف. هذه تذكرة الفيلم. مرحبا، هل أنت نائمة؟ تفضلي تذكرتي. أوه، أنت لا يمكنك إدخاله معك. يمنع إدخال الحيوانات الأليفة. أوه، لكن ليس لدي حيوان. يا للهول، لا أصدق أنه فقد الوعي بسبب حشرة. التالي. تمام، حان وقت الفيلم. أهلا. ما ذلك الشيء على شعرها؟ أظن أنه مجرد أكسسوار. أنا متأكدة من أني رأيته يتحرك. ما ذلك الشيء على شعرك؟ أو ربطة شعر. تمام، يمكنك الدخول. أجل، وصلت قبل بدء الفيلم. يا للهول، أين ذهبت شارلوت؟ هناك عنكبوت على الأرضية. هلا، نال مني. النجدة، النجدة. ها هي تذكرتي. هذا رائع، لم أعلم أن عنكبوتا يعمل هنا. يا ويلي، لقد عاد. قفي مكانك. يا ويلك مني إن كنت تحملين معك أي حيوان أليف. أوه، كلا كلا، ليس لدي أي شيء. تمام، التذكرة من فضلك. مهلا، من هذه الفتاة؟ واو، إنها مذهلة. تذكرتي. إنها عملاقة بشكل لا يصدق. يمكنك الذهاب أولا إن أردت. واو، كيف أستطيع مساعدتك؟ ها هي تذكرتي. شكرا. التالي. أنا؟ لكنك أخذت تذكرتي. انظري، لقد مزقتها. محاولة ذكية، لن تدخلي بدون تذكرة. اجلسي هناك وأفسحي المكان للفتاة الجديدة. هذا ظلم، سأشاهد الفيلم لوحدي. المعذرة، سأخرج صديقي. أهلا هاملت، أحضرتك لمشاهدة الفيلم معي. أوه، لديها هامستر ظريف. هل يمكنني رؤيته من فضلك؟ أجل، طبعا. إنه ظريف ودافئ. إنه ناعم الملمس. يا له من رائع. واو، أحضرت معك هامستر آخر؟ أعطيني إياه أرجوك. كلا، سأحتفظ بهامنا معي، إنها المفضلة لدي. هذا محبط، أتمنى لو كان لدي هامستر أيضا. هامنا، يا لك من ظريفة يا صغيرتي.
لنضعهما معا لمضاعفة حلاوتهما. هذا أفضل فيل من على الإطلاق. أوه، انظري إلى هاملت. هي لك من آخرك، انظر إلى حالك. اتركيني وشأني. إذن ما الذي ترغب في فعله اليوم؟ لا أعرف، ما لان تفقدي هذا. قطة مجانية؟ مستحيل. أوه، انظري إليها، إنها لطيفة جدا. تعال إلى هنا أيتها القطة، ألست الأجمل على الإطلاق؟ ماذا؟ لن نربي قطة. أرجوك، أعدك أن أعتني بها. لا يمكنك الاعتناء بنفسك حتى، مستحيل. أرجوك أرجوك. حسناً، لكني لن أنظف البراز. يا ماندي، هل تودين التربيت عليها؟ هيا. كلا، لست محبة للقطط. أوه، انظر إلى ذلك الكلب. إن كنت ستربي قطة فسأربي كلباً. أوه عجل، مرحباً بك في منزلك الجديد يا روبر. انظر إلى هذين الفاشلين. لا تستمعي إليهما يا ميمي، ستكونين المفضلة دائماً بالنسبة إلي. يلا الهول أمي، علينا إخفاؤهما. مرحباً يا عزيزاي، ماذا تفعلان؟ ماذا تحملان؟ أوه، أنفي يدغدغني. أتشوه، لقد ثارت حساسيتي. قد تكون هذه هي السبب. رحبي بميمي. وهذا روبر، عليك الاعتراف بأنه لطيف جداً. لا أصدق هذا، تعرفان القواعد، الحيوانات الأليفة ممنوعة. سأضع هذه هنا لأذكركما. أريدهما أن يرحلا من هنا. لكن هذا ظلم شديد. حسناً يا ميمي، هذه هي النهاية. أنا أكره الوداع، لن أنسك أبداً. يا إلهي، توقفا عن فعل ذلك. لن تذهب إلى أي مكان يا روبر، سأحتفظ بك هنا. حسناً، لنجرب هذا مجدداً. حقاً، عد إلى هنا. ربما يمكنني أن أعطيك مظهراً تنكرياً، يعني إنك تشبه جدتي نوعاً ما. مهلاً، إنني أبذل ما بوسعي. ميمي، ماذا تفعلين؟ لا ترحلي، علي إخبارك بالكثير. لن أتخلى عنك أبداً. مهلاً، لدي فكرة، سأبني لك منزلاً جديداً، يمكنك البقاء هنا. لا تقلقي، لن يستغرق هذا وقتاً طويلاً. سأستخدم صناديق الأحذية هذه لرفع الطاولة. أعتقد أن صندوقاً آخر سيكفي. يبدو هذا جيداً، سأعلق بطانية في المؤخرة. يبدو المكان جيداً. تفقدي هذا يا ميمي. مهلاً، لا توجد حوائط. قد تكون هذه مشكلة، لكني أعلم كيف أصلحها. يمكنك الاعتماد علي. انظري إلى هذا، هذا أفضل، أليس كذلك؟ ما رأيك الآن؟ هذا مأساوي جداً، لكن فكرته جيدة جداً. ربما علينا بناء مكان لك، هذا مريح، أنت تستحق الأفضل. ماذا؟ أوه، يبدو أن لدينا جيران. علينا أن نحضر لهم هدية احتفالاً بمنزلهم الجديد. إلى ما تنظر؟ إنهما ليسا ودودين جداً، لا بأس بذلك. هل يعطيك هذا شعوراً جيداً يا روبر؟ لا مثيل لتدليك جيد. أوه، يتصل جاستن بي، علي الرد عليه. لقد نسيت تماماً أننا سنخرج معاً الليلة. مرحباً يا جاستن، إنني أستعد. حسناً، أراك حينها. وداعا، علي الإسراع. أوه، لدي فرو على بلوزتي، لا يمكنني الخروج هكذا. إنه في كل مكان، هذا مزعج جداً. أنا أحب هذا الزي كثيراً. أعتقد أن علي تبديل ملابسي، من الأفضل أن أسرع. هذا أفضل. ماذا؟ لا تنتقدوني، إنه مريح. لكن ماذا سأفعل بشأن روفر؟ لن أتركه مع كريس. مهلاً، أعلم ما سأفعل. سأحضر بعض الملابس، أعتقد أن هذه ستفي بالغرض. هل أختار سترتي الجلدية أم سترة كريس السخيفة؟ السخيفة تفوز. أحتاج إلى بعض قمصاني أيضاً، سأملأ السترة لأبطنها. سيكون هذا كافياً، ويمكنني استخدام هذه الجمجمة. يمكنني وضعها في غطاء الرأس، يبدو أنني حصلت على جليس كلاب. لقد رأيت من هم أسوأ منه. يا روبر، تعال إلى هنا، لدي شخص أود أن تقابله. سيعتني بك هذا الرجل المريب بينما أخرج مع جاستن. لا تقلق، إنه لا يعض، إنني أقصد روفر. هكذا تماماً، اتخذ وضعاً مريحاً. مرحباً يا جاستن، علي تغيير موعدنا، فلدي حالة طارئة. كسر كريس ضفرة. أنت صديقتي المفضلة يا ميمي، أريد معانقتك فحسب. فراؤك ناعم للغاية. مهلاً، كلا، توقفي. أعتقد أنني ابتلعت بعضه، إنني مبتل تماماً.
لا بأس، أعلم أنك فعلت هذا كدليل على حبك، لكن علي تغيير ملابسي. إن رائحتي كريهة، لا أصدق أن هذا حدث، لكن على الأقل لم يكن برازاً. من الأفضل أن أرتدي شيئاً آخر. ماذا حدث لملابسي؟ لقد اختفت. ماذا سأفعل؟ تبقى حل واحد فحسب، سأضطر إلى ارتداء ملابس ماندي. أبدو جيداً فعلاً بهذه البلوزة. ميمي، هل تحتاجين إلى التبول مجدداً؟ مهلاً، لدي فكرة رائعة، إنه جاهز. ميمي، لقد دنيت لك مرحاضاً. هيا، الآن ستتمتعين ببعض الخصوصية. هل انتهيتي؟ تذكري غسل كفوفك. أنا فخور بك جداً. أحب الروك. استمع إلى مقطوعة الجيتار المنفردة يا روفر. إنهما يبدوان سعيدان للغاية. علينا فعل شيء كهذا يا ميمي. لا، لست محبة للموسيقى، أليس كذلك؟ لا بأس، سنفكر بشيء آخر لنفعله. سنستمتع بأي كان ما سنفعله. ميمي، إلى أين تذهبين؟ أريد أن أكون مثل ميندي وروفر فحسب، لكن ميمي تدفعني بعيدا دائما. يبدو روفر مرتاحا للغاية. هذا هو الحل، علي أن أجعل ميمي تشعر بارتياح أكبر. حان الوقت للتسوق على الإنترنت. أريد أن أحصل على الهدية المثالية لنرى ما يمكنني الحصول عليه. هو، انظروا إلى هذا، هذا مثالي، لكنه باهظ جدا. إلا إن ذهبت إلى أمي. مرحبا يا أمي، تبدين جميلة اليوم. هو، شكرا يا عزيزي. كنت أتساءل إن كان بإمكاني الحصول على مصروف إضافي. ماذا؟ هل أنت جاد؟ هذا مضحك، كنت أحتاج إلى الضحك. شكرا يا كريس. حقاً، عرفت أن هذه ستكون فكرة جيدة. دعني أتفقد محفظتي. هل في دولار؟ هل جننت؟ لا أملك مالاً، هل ترى؟ صحيح، إذن هذه إجابة بالرفض. أعتقد أنني سأبحث عن فكرة أخرى. لا أعلم ماذا أفعل. مهلاً، حامل ملفات أمي. هذا ما أحتاج إليه تماماً. ربما لن تلاحظ اختفاءه. آسف يا أمي، لكنني سأخذ هذا. سأشرح الأمر لاحقاً. علي الذهاب، حان وقت العمل. أوهو، أحياناً أفاجئ نفسي. بنيت منزلاً صغيراً لميمي، لكن ينقصه شيء. هذا أفضل. هو، إنه مذهل. يا ميمي، تعالي وتفقدي هذا. هو، كان هذا سريعاً. لابد أن هذا يعني أنه أعجبك. تبدين سعيدة للغاية. أنا أحبك. أتمنى لو كان لدي شيء لأفعله. أشعر بالملل كثيراً. هل لديك أي أفكار يا روفر؟ مهلاً، لدي فكرة. يمكننا لعب التقاط الكرة. اذهب للإمساك بها. حسناً، جرى ذلك بشكل جيد. ما الذي يمكننا فعله أيضاً؟ هاو، هذا مثير للشفقة جداً. إذن أنت لست محباً للرياضة. ربما تحب أشياءً أبسط في الحياة. ما رأيك في هذه الألعاب الطرية؟ هل ترى؟ ما رأيك؟ هيا يا روفر، عليك مساعدتي. بدأت أفكاري تنفد. حسناً، ماذا عن هذا؟ انبح مرة للموافقة ومرتين للرفض، أو يمكنك الجلوس هناك وتجاهلي. أنت تصعب الأمر. هذا محبط جداً، لهذا آكل عند توتري. هذه ليست رقائقي، إنه طعام كلاب. يا، هذا مقزز جداً. ماذا تقول يا روفر؟ تود تناول وجبة خفيفة؟ وأنا لدي فكرة لنحظى بالمرح. حسناً، كل شيء جاهز. يا روفر، لنلعب XO. اختر مكافأة، سأحدد المربع. هذا اختيار جيد. سأضع دائرة هنا تماماً. لقد حان دوري. سأختار هذا المربع. حان دورك. هل أنت متأكد؟ حسناً، القرار يعود لك. ها؟ ما الذي تفعله ميندي؟ هذا لطيف جداً. سأختار هذا. تزداد الأمور حماساً. فكر في الأمر. أنت تفوز. يا لك من كلب ذكي. أحسنت عملاً، لكني أود إعادة المباراة. أرى أحدكم جروي الصغير؟ هل رأيت جروي؟ هذا هو شكله. ساعدوني بنشر الإعلان وأخبروا كل أصدقائكم. أشكركم. عود يا صغيري. يا إلهي، لن أدع ذلك يحدث. يجب أن أضع شيئا على طوقك. مهلا. أعرف ما سأفعل. سأحضر ورق الشمع وأضع بعض الغراء الساخن في المنتصف، ثم سأضع ورقة تحمل اسم الكلب ورقم هاتفي.
أضيف المزيد من الغراء الساخن فوقها وأحرص على تغطيتها جيداً. والآن سأتركها لتجف، ثم أضع ورقة شمع أخرى فوقها وأضغط عليها برفق. ها قد صارت جاهزة تقريباً. تدا! ممتاز! علقها بحلقة معدنية، والآن يمكنك تعليقها بالطوق. وهكذا لن تضيع مني أبداً. إن ضللت الطريق سيتصل أحدهم بهذا الرقم. هيا اذهب للعب.